أخباركم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. رابع محاضرة لنا في أساسيات علم التشريح. الليلة هناخد موضوع مهم جدا، واللي هو المفاصل أو الجوين. المفاصل، لما نيجي نعرف المفصل بنقول المفصل أنه عبارة عن الميتين بتاع meeting of two or more bone، يعني التقاء عظم او اثنين او ثلاثة في نفس الحتة بيسموه شنو؟ بيسموه join. يعني اول meeting لو قلنا ده البون A وده البون B، الميتين بتاعهم مع بعض في حتة واحدة هنا بيسموه شنو؟ join. طيب ده تعريف. نيجي نعمل كلاسيفيكيشن للجوين. يدري ثاني يجينا ان الجوين اتقسمت لثلاثه تقسيمات على حسب الحاجه بين العظمين. يعني لو قلنا ده عظم وده عظم وهو الميتنج بتاعنا الاثنين هنا عباره عن الجوين، اذا كان بين العظمين دي عباره عن فايبرس تيشو، الياف فايبرس تيشو، الجوين بيسموه شنو؟ فايبرس جوين. طيب لو كان بين الالياف دي عباره عن كارتريج، عباره عن غضروف، ده بسموه شنو؟ كارتريجينيوس جوين. لو كان بين المفاصل دي عباره عن غشاء زلالي اللي هو عباره عن ساينوفيال، يكون في ساينوفيال ميمبرين وفي ساينوفيال فلويد اللي هي السوائل الزلاليه، ده بنسميه ساينوفيال جوين. يعني الخص واقول انه التايب بتاعت الجوين، التايب بتاعت المفاصل عندي ثلاثه انواع: فايبرز جوين، كارتريجينيوس جوين، وساينوفيال جوين. طيب الفايبرز جوين دي عبارة عن فايبرس تيشو، خيوط بتكون بين البون، بتربط البون مع بعض، يعني أنا بحتاج لها عشان ألحم بيها البون، عشان كده بنلقاها قاعدة في شنو؟ في ديسكاوب. لو جينا دي مسكنا دي ديسكاوب قلنا كده، مهم رسمة تغريبية، ده زي موتيك بون، بنلقى أنه ال 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 البون بتاعت الديسكاوب مربطة مع بعض بكارتيج هنا. فايبرس تيشو، سوري، الفايبرس تيشو دي بسموها سوتشر، خيوط سوتشر، او بسموها سوتشرز اوف سكال، دي عبارة عن شنو؟ فايبرس جوين. طيب في تاني جوين هنا في السوبيريو في الانفيريو تيبيو فيبيولر جوين، بين التيبيو والفيبيولر من تحت في جوين تاني بسموها شنو؟ سندينوزيس. وفي تاني جوين بتكون هنا في التيس ماسكة المانديبول، ده المانديبول في التيس ماسكة هنا، دي جوين برضو فايبرز جوين بسموها شنو؟ جونفوزيس. في السندينوزيس، سندينوزيس، ودي عبارة عن الانفيريو تيبيوفيبولار جوين. تاني التانية السوتشر اوف سكال، والتالتة الجونفوزيس، ودي الأمثلة بتاعت فايبرز جوين، ما في غيره. طيب الفايبرز جوين دي من أهم الحاجات الخاصة بها أنه عبارة عن نون موفابل، يعني الجوين دي لما تتحرك بيكون فيها خلل، بغض النظر عن باقي المفاصل، باقي المفاصل التانية لما هي تكون واقفة ما تتحرك، زي هنا لو المفصل بتاعي ده بقى ما متحرك معناه في مشكله، ده ساينوفيال جوين. لكن الفايبرز جوين ده نون موفابل جوين، معاه برضه الكارتريجينيوس جوين برضه نون موفابل جوين، لما تبقى موفابل معناها حصل فيها مشكله، مثلا زي الكونفوزيز، زي السن بتاعتك دي لما تتحرك معناها شنو؟ الجوين بقت ما في، معناها في مشكله في الجوين، معناها السنك دي حتقع، صح؟ طيب ده بالنسبه للفايبرز جوين. لما نجي للكارتريجينيوس جوين نلقى انه قسمناه لاثنين، يتقسم لاثنين نوع الكارتريج. انا دافع عارف عندي نوعين من الكارتريج، يا هيا لاين كارتريج
فيها شنو؟ فيها حيالاين وفيها فايبروكارتري. يعني يا هايلاين يا فايبروكارتري. الهايلاين كارتري ده بيكون بين شنو وشنو؟ طيب اذكركم قلنا البونه دي عباره عن البون بتاعتي البرايمري اوسيفيكيشن سنتر كان هنا قفل لي البون دي لحد هنا خلى لي اجزاء كارتري بالاطراف ظهر ثاني سكندري اوسيفيكيشن سنتر مركز التعظم الثانوي قام عمل لي البون عمل لي كده الحته دي والحته دي من البون بقت عباره عن كارتري الجزء من الكارتري ده سموه ميتافيزيا ابيفيزيا كارتري ابيفيزيا كارتري حته سميناها ابيفيزيا الابيفيزيس والحته اللي سميناها دايفيزيس ده كارتري عشان يعمل ارتكوليشن مع كارتري بتاع العظم الثاني ده سميناه ارتكولار كارتري طيب الميتافيزيس الابيفيزيا كارتري ده عباره عن هايلاين كارتري يعني عباره عن كارتريينيس جوين لانه ده عباره عن بون وده بون فين صح في بون واحد لكن ده براهو وده براهو متحدين مع بعض بهايلاين كارتري بنسميه شنو؟ بنسميها كارتريجينيوس جوين لكن لما الجوين تكون هايلاين كارتري هايلاين جوين دي بنسميها برايمري جوين والاسم النهائي هيكون برايمري كارتريجينيوس جوين دي عباره عن الميتنج بتاع الدايفيسيس وذ ايبيفيسيس الميتنج اوف ذا دايفيسيس وذ ايبيفيسيس دي عباره عن برايمري كارتريجينيوس جوين طيب ده فايبروس جو فايبرو كارتري ده هنسميه سكندري والسكندري كارتريجينيوس جوين دي اي جوين قاعده في الميد لاين عباره عن سكندري كارتريجينيوس جوين دي مراقه يعني جوين بين المانبريوم استيرناي واستيرنم دي عباره عن شنو؟ سكندري كارتريجينيوس جوين والجوين البودي اوف ذا بيوبيس مع البودي اوف ذا بيوبيس الثاني بيتحدوا مع بعض في حته واحده هنا بيسموها السنفيسيس بيوبيس دي عباره عن برضه سكندري كارتريجينيوس جوين وكل الفيرتيبرال كولوم عبارة متحد مع بعض بشنو؟ بسكندري كارتريجينيوس جوين والمينتاي هنا بسموها السنفيسيس مينتاي عبارة عن جوين بتاع المانديبول وذا مانديبول هنا السنفيسيس مينتاي دي برضه عبارة عن سكندري كارتريجينيوس جوين طيب أدرينا الجوين الأخير وهو المهم وأهم واحد فيهم بنسميه الساينوفيا جوين أو المفصل الزلالي المفصل الزلالي أو الساينوفيا جوين ده عنده كاركترستيك عنده خواص لازم يكون فيه بون اثنين عاملات ارتكوليشن يعني في ارتكولار سيرفيس في ارتكولار سيرفيس تمام في كابسول مغطي الارتكولار سيرفيس زي من برا طيب يعني في ارتكولار سيرفيس وفي كابسول اكتبهم هنا ارتكولار سيرفيس دي واحد اثنين في شنو كابسول طيب جوا الكابسول في شنو في ممبرين في غشاء يسموه ساينوفيا الممبرين الغشاء الزلالي ساينوفيا الممبرين طيب جوا ساينوفيا الممبرين بيكون في فلويد بتفرز بيسموها ساينوفيا الفلويد ساينوفيا الفلويد طيب دي ساينوفيا الفلويد ساينوفيا الممبرين والكابسول والارتيكولا سيرفيس طيب بعدها بتكون في اربطه بتربط لي شنو العظمه فوق مع العظمه اللي تحته بسموها ليجامي يعني يكون في شنو يكون في ليجامي طيب يعني اي ساينوفيا تقدر تقول لي اي ساينوفيا جوين فيها ارتيكولا سيرفيس فيه كابسول وفيه ممبرين وفيه فلويد وفي ليجامنت اي ساينوفيا جوين فيها الحاجات دي طيب هنيجي نفصل الساينوفيا جوين كذا في عندها سب تايب عندها اقسام في روحها كيف الساينوفيا جوين اتقسمت لاقسام في قسم يا طيب ساينوفيا جوين دي عباره عن مفاصل متحركه طيب لما المفصل يعمل فليكشن اكستنشن بس حركتين ده بسموه يوني اكزيال يعني اتجاه واحد بس يوني اكزيال زي الباب طيب لو عمل سوباينيشن برونيشن وسوباينيشن برضه يوني اكزيال يعني اي جوين بيعمل حركتين بس يوني اكزيال زي شنو زي الالبو وزي السوبيريو راديو انا جوين
والانفيريور دي عامة. عندي نوع واحد بيسموه شنو؟ يوني اكزيا، وده هنا اتنين، ده وده. يعني ده شنو؟ ده الالبو. الالبو معلوم عبارة عن هوريزنتال، قاعد هوريزنتال كده، يعني يا اما يكون هوريزنتال اليوني اكزيا ذاته. في نوعين، في نوع هوريزنتال وفي نوع شنو؟ فيرتيكال طولاني، اللي هو سوبيريور ديانا وانفيريور ديانا. دي الفيرتيكال واللي هوريزنتال. الهوريزنتال بنسميها هنج، والفيرتيكال بنسميه شنو؟ بابي. يعني اليوني اكزيال تايب اوف ذا سينوفيال جوينت اذا ده بيروح على اثنين، بابيت فرايتي وهنج فرايتي، هنج وبابي. طيب لو كان الهنج دي هوريزنتال، اللي هي عباره عن شنو؟ الالبو. يعني الالبو التايب بتاعه عباره عن سينوفيال جوينت، الفرايتي عباره عن شنو؟ هنج فرايتي. السوبيريور ديانا والانفيريور ديانا عبارة عن التايب بتاع سينوفيال جوينت، لأنه هي موفابل جوينت، و الفرايتي عبارة عن شنو؟ فرايتي. طيب لما يكون الجوينت بيتحرك أربع حركات، فليكشن واكستنشن وأبدكشن وأبدكشن، يعني بيتحرك في تو أكزيال في اتجاهين، ده بنسميه شنو؟ باي أكزيال. باي معناها ثنائي، أكزيال باي أكزيال جوينت، اللي هي زي شنو؟ زي الريست جوين هنا، والفينجرز بتشتغل فليكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن. طيب الريست جوين هنا شكله زي شكل يعني محدب كده بالجنبات، بيسموه كوندايلويد. يعني الريست دي هنا الجوين بتاعته بيسموها كوندايلويد جوين، والفينجرز برضه بيسموها كوندايلويد. دي لما تكون هوريزنتال. لما تكون نازله فيرتيكال زي الصنده نازل فيرتيكال، بيجي شكله ده شكل السري، وده المتقارب الجاي من فوق بيجي شكله زي شكل السري، بيسموه شنو؟ ده بيسموه صدي الفرايتي، والريست والفينجر بيسموه شنو؟ كوندايلويد. الريست ده بيسموه ابسيلويد، ابسيلويد معناها ذات كوندايلويد. يعني عندي ابسيلويد جوين وعندي صدي فرايتي، عندي كوندايلويد فرايتي او ابسيلويد فرايتي وصدي فرايتي، دي حقة الصم. طيب لما يكون الجوين بيتحرك كل الحركات بسميه مالتي اكزيال، مالتي اكزيال في كل الاتجاهات، يعني فليكشن واكستنشن ابدكشن وابدكشن وميديال روتيشن ولاترال روتيشن، بنسميه مالتي اكزيال. مالتي اكزيال جوينت ده شنو؟ زي الشولدر جوينت وزي الهيب جوينت. الهيب بيعمل فليكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن وميديال روتيشن ولاترال روتيشن. الهيب فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن ميديال روتيشن لاترال روتيشن، ده مالتي اكزيال. التايب بتاع الفرايتي لازم عشان المفصل يتحرك في مالتي اكزيال لازم يكون في بول اللي هي كوره، والسوكيت حاجه تنزل فيها الكوره دي بيسموه بول ان سوكيت فرايتي. الشولدر بول ان سوكيت والهيب بول ان سوكيت. طيب لو كان الجوين ما بيتحرك، يعني بيمشي في خطوط كده زي شنو؟ زي الاسترنو كلافيكولار جوينت، دي تمشي فوق وتجي نازل شكل خطوط، بنسميها خط، بنسميه بلين فرايتي. بلينز فرايتي دي عباره عن خطوط زي الاسترنو كلافيكولار جوينت، والميتاكاربال جوينت الثمانية عظام اللي قلنا هنا برضو عباره عن بلين تايب اوف سينوفيال جوينت. وثاني عندي اخر واحد اللي هو بسموه كومباوند. الكومباوند ده عبارة عن جوين بيكون فيه تو جوين جواه، زي التمبرو مانديبولر جوين، الحتة دي هنا بيكون فيها تو تايب، يعني هيعمل بروتروجن وريتراكشن، يعمل إليفيشن وديبريشن. يعني ما في جوين بيعمل الحاجتين دول مع بعض إلا التمبرو مانديبولر جوين، بيسموه شنو؟ كومباوند أو كومبلكس جوين، اللي هو عبارة عن التمبرو مانديبولر جوين. طيب أقول ثاني، التايب اوف جوين يا تكون فايبرز جوين يا كارتيليجينيوس جوين يا سينوفيال جوين. الكارتيليجينيوس الفايبرز جوين دي قلنا زي السندينوموزيس، زي الانفيريور تيبولار جوين التيبيو فيبولار جوين، والجونفوزيس اللي حقت السنون دي، والتاسه اللي هي سوتشرز اوف ذا سكال. الكارتيليجينيوس جوين قسمناه لاثنين، يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري ده هاي لاين كارتيليج، بيكون الجنكشن بين الابيفيسيس وذا دايفيسيس. اما السكندري عباره عن فايبر وكارتري، وده عباره عن
كل الجوين اللي قاعده في الميد لاين عباره عن شنو؟ سكندري كارتيجينيس جوين. لما جينا للساينوفيال جوين قلنا فيه كاركترستيك، فيه ارتيبيولار سيرفيس، فيه كابسول، فيه ممبرين، ساينوفيال ممبرين، فيه ساينوفيال فلويد، فيه عباره عن ليجامنت بتعمل زي جوين. طيب الجوين دي وهي بتعمل موفبل جوين. طيب الجوين دي لما تكون تتحرك في اتجاهين بس يوني انجزي، لو كان فيرتيكال بنسميه بابيد، لو كان هوريزونتال بنسميه هينج فرايتي. الباي اكسل في اتجاه في اربع اتجاهات بيعمل اربع حركات، فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن، دي عباره عن الريس جوين والفينجر الفرنجيال جوين. المالتي اكسل ده بيعمل كل الحركات ده زي الهيب والشولدر، والبلانس دي زي الاسترنو كلافيكولار جوين والكاربال جوين، والكومباوند دي زي التمبرو مانديبولار جوين. بالنسبة لي باقي لي حاجة واحدة بسيطة، بالنسبة للبلس سبلاي اوف ذا جوين والنيرف سبلاي. البلس سبلاي بتاع الجوين الدم، التغذية الدموية بالنسبة للجوين دي بتجي من 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 بلكسس، من ضفيرة بتكون اراوند شنو ذا جوين، بنسميها نحن انستموزيس. انستموز يعني تلاقي كم شريان مع بعض حوالين الجوين، بنسميها انستموز اراوند ذا جوين. هنا في الشولدر في انستموز اراوند سكيبي لورا، انستموز اراوند سيرجي كونكت، ثاني هنا في الالبو انستموز اراوند ذا الالبو، وانستموز اراوند ذا كاربال جوين كاربال بون. دي عبارة عن انستموز بتغذي مني هنا الدم ذات الجوين ذاتها نفسها. او انت ممكن تقول الاكزيليا ارتري وسالوك من الشولدر، يعني الشريان القريب ليه، الشريان الكبير القريب ليه. طيب بالنسبة للنيرف سبلاي برضو النيرف الكبير القريب ليها للجوين، يعني مثلا الشولدر بيتغذى من 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 بريكيت بلكسس، الالبو بيتغذى من الميديان والراديال والالما، يعني بيتغذى من كم كلهم بيدوا ارتيكولار برانشز بتمشي بتغذى شنو؟ بتغذى الجوين. ده اوضح من نقطة واحدة قبل، انا قلت هنا دي في ده كابسول، ده الكابسول بتاع الجوين. الارتيكولار سيرفيس الاحساس السنسيشن ما بيصل الكابسول، لكن ما بيصل للسينوفيال ميمبرين جوا، يعني الاحساس بتاع الالم في المفاصل ده بيكون في الكابسول، ما بيكون في شنو، ما بيكون في الغشاء المغطي للمفصل. كده بنكون خلصنا الجوين، ونتلاقى محاضره ثانيه ان شاء الله. اليومين دي انا مريض شويه، ما عارف بكره هقدر اقدم محاضره ولا ما هقدر، لكن ان شاء الله